مساء الخير والبركة، وعيدكم مبارك سعيد بصحيحة وبالسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله عند الله. جد سعيد على أنني نتلقى بكم في هذا اللايف بعد غيبة حوالي ديال 3 السيمانات اللي ما شوفناش فيهم، اللي ما تلقيناش فيهم، واللي ما هضرناش مع بعضياتنا فيهم. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir sur ma chaîne pour parler de tous vos tracas, toutes vos questions, tous vos problèmes. Life معنا اليوم انا والمساء الخير. هاجر اهلا وسهلا. اسماعيل سلوى اهلا وسهلا. عيد مبارك سعيد اختي سلمى. شيماء مساء النور والبركة. سلمى أهلا وسهلا. فوزية مرحبا بك في اللايف ديالنا. مريم بونسوار. السلطانة أهلا وسهلا. رجاء بونسوار. فاتي فلور مساء الخير والبركة. نادية بيشو مساء النور. عبد الله مساء الخير. الكميمة أولا. عزيزة ستارز مساء الخير. ويوي مساء الخير. فاطمة الشافعي مساء الخير. الحداد السلام عليكم. ماريا العمراني مساء الخير. سنو اهلا وسهلا. ريا بنينة اهلا وسهلا. يسرى بونسوار. اليوم غادي نهضروا على مجموعه ديال لي سوجي، وغادي نهضروا سورتو على لا فيديو الاخرى اللي هضرت عليها ملي كنهضر على عدم اعطاء فرصه ثانيه او فرصه ثالثه لواحد الانسان او لواحد الانسانه اللي هي في الحياه. وغادي نرجعوا ليها بزاف باسكو جاوني دي ميساج بزاف ديال الناس، وخاصه الرجال اللي صيفطوا ليا دي ميساج اللي كيعيروا كيقولوا لك علاش ما يمكنكش تعطي فرصه وربي كيسمح لينا وانت ما كتسمحش وانت وعباد الله ما كتفعلش وما تتركش. غادي نرجعوا نهضروا على هذا الموضوع هذا ديال اعطاء الفرص للناس في الحياه، سورتو بالنسبه للناس اللي داروا فيكم الخايب، واعطاء الفرص في لافي ديال لو كوبل اسانسيالمون اللي كيخليكم تعرفوا واش يمكن لكم تبقاو مع هاد الناس او ما تبقاوش مع هاد الناس. ريتا فياني كوا يين يا موري. غيستيلا مساء الخير. حنان كمال مساء الخير. ايس الجزيراس مساء النور. ايمن محفوظ مساء الخير. عبد المحمد مساء الخير. عزيز عيد مبارك سعيد. أي مساء الخير. خديجة مساء الخير. نادية 72 أهلا وسهلا. موفي إلغا مساء الخير. بياتي دي حبيبة أهلا وسهلا. إيمان بونسوار. زينب أسترو بونسوار. أنا باك بونسوار. بولميرة ليلى بونسوار. فاطمة الشافعي بونسوار. بولوكس بونسوار. عيد ميسيو تيو. تشاو كابو تي سالوتو دا لاتينا. تشاو مكتاتيف مساء الخير. لطفي هند. وفكرت كذلك على ان لحقاش طلعت بان الغالبيه ديال الناس كيعجبهم الحجايات، والغالبيه ديال الناس كيعجبهم ما هم نعود لهم القصص والحجايات. اي سي بور سيت ريزون كو بغيت نعاود لكم على قصص ماشي ديال الناس الزوينين في حياتي، انما بغيت نعاود لكم القصص والحجايات ديال الهيوش و طاشمة الفيك او لا طاشمة ديال عباد الله كي سون فيك اللي تلاقيت في حياتي. وبغيت نعاود لكم بزاف ديال الحوايج على هذه القضيه، دونك ترقبوا غادي تكون واحد الحلقات خاصه على الطاشمة ديال الفيك، طاشمة عباد الله اللي كانوا ما تيسوتو شي حاجه، اشباء حيوانات منويه في الحياه ديالي. غادي نعاود لكم عليهم واحد بواحد، وغادي نعطيكم حتى اسماء وسكوبات. ريتا باستا فيني كوا فيني كوا فيني اموري. خديجة بونسوار. اسكو فو بوفي نو بارلي دو لا مالاد طلعت. ميساء رحاب بونسوار. دنيا غازي بونسوار. روس مساء الخير. ايمان بونسوار. عيد مبارك سعيد رودينا. بوناسيرا دوتوري. بوناسيرا لوتشي. رجاء جود جاب ثانك يو سو ماتش. وغادي نبدا بالموضوع الاساسي الاول اليوم اللي بغيت نهضر لكم عليه، هي ديال الفرصه اللي كتعطى غير مره ما كتعطاش في الحياه. بزاف ديال الناس اي سورتو بزاف ديال
المجتهدين اللي بداو تجتهدوا علينا في الدين ويجتهدوا علينا في الاخلاق ويجتهدوا علينا في بزاف ديال الحوايج، بداو كيذكرونا بان لا ممكنش ربي سبحانه وتعالى كيعطي الفرصه وحنا ما يمكنناش نعطيو هذه الفرص هذه. كيفاش يمكن على ان الانسان خصني نلتمس له 40 عذر ونفعل له ونترك له وندير له ايتيغا باش يمكن لي نعطيه؟ وقيلا ما تضربتيش في الحياه ديالك وما كليتيش شحة ديال الدقة السخط من طشمة ديال الفيك. طشمة ديال الفيك هي الكوبانية ديال الفيك ديال الناس اللي كيكونوا مجموعين غير على تفليات عليك وعلى الضريب ديالك من مورا دارك. فرصة كتعطى مرة في الحياة ما كتعطاش جوج، لأن سولوي السال كي أوزي أو الإنسان اللي قدر على أنه يقيسك بالخايب مرة غيقيسك جوج وغادي يقيسك ثلاثة. وهذه مسألة بغيتي تثيقها ولا ما بغيتيش تثيقها ولا بغيتي تعيشها ولا ما بغيتيش تعيشها غتوقع لك، لأن غادي تشوف وتدور بيك وغادي تشوف الناس اللي داروا فيك شي حاجة اللي هي خايبة وسمحتي المرة الأولى غادي يعاودوها فيك المرة الثانية والمرة الثالثة. إنما الناس اللي داروا فيك حاجة خايبة وضربوك من مورا ظهرك وداروا فيك شي حوايج اللي هما ما كيداروش وقلبتي عليهم وجهك، كتلقى راسك في واحد الحياة اللي حياة سعيدة ومتوازنة. وهذه مسألة مهمة بغيتكم تدروها في الحياة. بيان سور هذا ماشي قرآن مجيد وماشي كتاب اللي هو مكتوب على السور دو ماربر اللي بغى يتبعو يتبعو وغادي يربح، واللي ما بغاش يتبعو خليه يجرب كيف ما جربوا سيادو وجربوا للياتو باش يعرف بحق الخايب ويعرف بحق الشر ويعرف بحق أشباه البشر وأشباه الحيوانات المنوية في الحياة. ريتا فيني مانجاري فيني مانجاري. عمري ما شفت شي مشى فيها الغيره بحال هادي. فيني مانجاري موري فاي مانجاري فاي اي مانجاري. لذلك باش ندوزو الموضوع اخر، ديروا ديما في بالكم الخايب عمرو ما كيتقاد، ديلي الكلب عمرو ما يتعدل، واللي دار فيك الشر تسنى على انه غادي يعاود يدير فيك شر بحال هكاك. alors je vais reprendre bullying or harassment. وغادي ننزل واحد المساله اللي هي مهمه كذلك بزاف 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 واللي كيتسائلوا عليها الغالبيه ديال الناس واللي كنتلقى فيها مجموعه ديال الميساجات، اللي هي كيفاش يمكن لي نكون في واحد الحياه اللي هي ما بين جوج، او الحياه ديال ان كوبل، او الحياه ديال جوج ديال الاصدقاء، وتكون حياه اللي هي حياه متوازنه. التوازن كيعتمد على ثلاثه ديال الحوايج اساسيين في الحياه. هاد ثلاثه ديال الحوايج الاساسيين في الحياه لا نقاش فيهم ولا جدال، بحال ملي كتكون غادي للحج لا نقاش ولا رفث ولا جدال في الحج. خصكم تعرفوهم، الا ما كانوش عندكم هاد ثلاثه ديال الحوايج اساسيه في كل علاقه انسانيه، سواء كانت علاقه زواج او علاقه حب او علاقه ارتباط او علاقه صداقه او علاقه اخوه، الا ما كانش عندكم هاد الثلاثه ديال اللبنات الاساسيه المهمه باش يمكن لكم تزيدوا القدام وتحافظوا على هاد العلاقه، مشات وحده العلاقه مشات. اول حاجه الصدق ما بين جوج، ما تكذبش عليا ما تخبعش عليا كيف ما بغات تقول الحاجه وكيف ما بغى يكون لوفي، لان شاك شوز فيني باغ سو كونيتر اي سو ديفولغي. اي حاجه كتسالي على انها كتكتشف. الصدق ركن وركيزه اساسيه في كل علاقه، كان ما بين راجل ومراه، كان ما بين مراه ومراه، كان ما بين راجل وراجل، كان ما بين شبه حيوان منوي وشبه حيوان منوي، كان ما بين حيوان وحيوان. الا ما كانش الصدق في علاقه ارجع للور. الحاجه الثانيه واللي هي اللبنه الاساسيه في علاقه ما بين اثنين هي الاحترام،
ومنين كاين عدم الاحترام ما بين جوج. ماشي اليوم انت عزيزه وانا عزيز وتنبغيك وكتبغيني وكنقدرك وندير بوكو تشوز ودوز السيمانه ونولي نعطيك يا الفعليه التركه يا الدايره يا الخانزه يا الملوطه يا المطوطه يا خانزه الطوابق يا الواسعه يا الفاعله يا الضيقه يا الفاعله يا التركه. كنكونوا في هذه القضيه هذه نعدمنا لبنه اساسيه من علاقه اللي كتكون ما بين جوج. الاحترام هو الشيء اساسي في علاقة ما بين اثنين. كنعاود نتأكد الصدق اللي هو لبنة أساسية. الحاجة الثانية هي الاحترام. الحاجة الثالثة هي المصداقية. ومني كنقول لكم المصداقية ماشي كنقول لك المصداقية في المشاعر على أنني كنكون فيك المصلحة ديالي وكنسميك صاحبي وكنسميك حبيبتي وكنسميك حبيبي لحقاش بغيت تصاوب لي الوراق ولا بغيت تصاوبي لي الوراق أو لحقاش بغيت نجي ندوز عندك الكابيني فابور أو لحقاش بغيت نبقى نتبند معاك باش نبدا نتصور ويجيو عباد الله يتصوروا معاك ونتسمت أنا واحد الإنسان اللي هي مشهورة ولا واحد الإنسان اللي هو مشهور. إلا ما كانش مصداقية في المشاعر ما كيمكنش المشاعر على انها تزيد القدام. ديما ديروا هاد اللبنات الاساسيه في حياتكم باش يمكن لكم توفقوا في علاقه كانت انسانيه او كانت علاقه حيوانيه. لان ما بين حتى الحيوان وما بين نفسنا خص يكونوا هاد ثلاثه ديال المسائل. منين كنجي نقول القطه ديالي اجي تاكل خصها تجي وتلقى ما تاكل لان هذا يسمى بالصدق. منين كتقول القطه ديالي باغا تنعس وتنخليها تنعس كيعني على انني كنحترم رغبتها وهذه لبنه اساسيه في العلاقه مع بعضياتنا. منين كتكون المصداقيه ما بيني وما بين القطه وكتجي باش نجي نلعب معها وتقول ما بغيتش نبغيك كنخليها لان في مصداقيتها واحترامها لمشاعرها كتخليها على انها تكون معاك. ثلاثه الحوايج ما تناقشوش فيهم لا جدال فيهم ولا رفث زيدوهم على الفرصه الثانيه في الحياه. الا ما كانش صدق في علاقه الا ما كانش الاحترام ولا ما كانش المصداقيه يعني اللي بيني وبينك واضح كنت غادي نتلاقى بك باش غادي تصرف عليا تكون من الدقه الاولى باينه. كنت غادي تلاقي بيا باش تباني بيا وتبان بيا خصها تكون باينه. كنت صاحبتي وانا صاحبك وتتعاودي لي الكذوب باش يمكن لي نعطف عليك وفي الاخر كتمشي ديري حوايج اخرين في انعدام المصداقيه عارفي بان انعدام مصداقيتك تيبان لان حبل الكذوب قصير ودغيا كيطلع فين ما كذبتو واخا تكون قد هكا كتبان كتبان. لذلك ما تنزلوش على هذه الثلاثه ديال المسائل في علاقاتكم الانسانيه وعلاقاتكم الحيوانيه مع البعض. هذا ما كاينش على انكم غادي تسدوا العلاقات ديالكم مع عباد الله لحقاش كاينين شي وحدين تيقول لك وحنا لا درنا هذا الشيء كامل ولينا كنامنوا بهذه المساله اولا باش نديروا هذه المساله هذه هكا كيعني على اننا صافي غادي نسدوا على راسنا ما نبقاوش نهضروا مع احد. شكون اللي قال لك سدي على راسك اولا شكون اللي قال لك سد على راسك؟ انما حمي راسك وقي راسك من الاخرين. الا ما كانوش عندي هاد الثلاثه العوامل باردون في علاقه خليها علاقه معرفه خليها علاقه كونيسانس. اللي نتلقى معاك في الزنقه نقول لك السلام عليكم وعليكم السلام لا غير ونقول لك عواشر مبروكه وعيد مبارك اي اونكور لا غير. غير انما ما كاينينش على انني غادي نجي نتقاسم معاك مشاعري اللي ما عندهاش ثمن ما نتقاسمش معاك طاقتي اللي ما عندهاش ثمن وما غاديش نتقاسم معاك حياتي اللي هي كنز عمرو ما كيفنا. لذلك منين تكونوا باغيين تنجحوا في حياتكم وتنجحوا في علاقاتكم مع الاخرين وجدوا هاد الثلاثه ديال الحوايج. لحقاش الا ما كانوش كتسمى الحياه ديال الدل وكتسمى ديال الحياه ديال تنز عليا ونتنز عليك وكتسمى الطاشمه ديال الفيك الكبانيه ديال فيك بيبل وما اكثرها. وكاينين الناس اللي كيعجبهم يعيشوا في الفيك كيف ما كاينين الناس اللي كيعجبهم يعيشوا في الدل. كاينين الناس اللي الهوايه ديالهم على انهم يكذبوا على عباد الله. كاينين الناس اللي كتكون عندهم الخير وافر والهوايه ديالهم على انهم يبقاو يشكيو وينعيو على عباد الله. الا كانت الهوايه ديالهم خليهم يمارسوها وحدهم في سلام. انت ماشي مصلح اجتماعي او لا مصلح اخلاقي او لا انت مخلصه او لا مصلحه اخلاقيه باش غادي يمكن لك تجي تصلحي هذا الانسان او هذه الانسانه التافهه التي ليس لها مصداقيه وليس له مصداقيه في علاقه صداقه اخوه او لعلاقه محبه.
لذلك خذوا هذه مفودنيكم وديروها تاج فوق راسكم، لانكم لبغيتوا تزيدوا للقدام في حياتنا القصيره. لحقاش غدا من غدا غنصبحوا مكعبوبين، كلنا مكعبين اللور، باش يمكن لكم تعيشوا ما تبقى من حياتكم في سلام وامن داخلي. احترموا هذه القيم في الحياه ديالكم باش يمكن لها على انها تزيدكم للقدام. وكنقولها عاوتاني ونعاودها، اللي ما هداتوش كورونا واللي ما كتهدوش الموت واللي ما كتهدوش الافات، لا امل فيه، لا حياه له، ولا امل في لقائه. وهذه مساله جد ضروريه على انك تعرفيها وانك تعرفيها. بوبينو وي جو فيرتي دي كونسلطاسيون ا ديستانس اي جي دي باسيون بارتو دون لو موند. سو سون دي كونسلطاسيون كو جو في اون بريفي. لا دوري دو لا كونسلطاسيون اي une heure, elle se paye bien évidemment 24 heures au préalable. Ou quand dire des consultations à distance, le numéro de WhatsApp, et la page d'Ali Instagram. Hind Fadil, عمرو ما يتهد. أكيد أختي هند. لحقاش بزاف بزاف قلبوا على أنهم يهدوا. بزاف اللي كيجي معاك واحد الانسان وتيجي تيصيفط لك كلمه زعما بحال السم، كيقول لك شي كلمه اللي هي ماشي هي هذيك باش كيتسناك على انك تهد. هبط، غلط. ما كيتهدش الانسان اللي كيكون مبني على اساس. شكون تيتهد؟ هو الانسان اللي كيكون حاضي وحدين اخرين، هو واحد الانسان اللي كيكون الناس غاده تتيفوليو في حياتهم، هو باش تابعهم بالنفخ، والنفخ اللي مازالش تزنيد، تابعهم بالنفخ بارد ما فيه حتى شي حاجه. لذلك خلي اللي بغى يهضر يهضر، خلي اللي بغى يقول لكم شي هضره اللي هي سامه خليها. العقرب كتموت غير بسمها. عمر العقرب او السم ديال العقرب ما كياديك من كتحيدها من طريقك، انما كتبقى تدور الدور وكتعذر راسها في الاخر كيموتوا بسمهم. خليهم يهضروا حتى غدا الصباح، اي فينالمون كيلقاو راسهم هما اللي ميتين بعد السم. لذلك جاتني فكره في راسي على انني ندير لكم شي مذكرات او نديروا شي خواطر باش نهضر على العقارب اللي شفت في الحياه، وعلى اشباه الحيوانات المنويه اللي شفت في الحياه، اللي شرهم كان اكثر. ما نقولش خيرهم لان ما فيهمش خير، ما دايرينش الخير في راسهم، فما بالك في الاخرين. وبيانتو ان شاء الله غادي ندير معاكم حلقات ديال عازف الليل باش تسمعوا الخواطر ديال شي ناس اللي معروفين ومعروفين بزاف بزاف، اللي كيبينوا عليكم الحب وبينوا عليكم البراءه، راكم شياطين في صفه بنادم. بيانتو ان شاء الله تعالى الحلقات. وكنعرف بان خوتي المغاربه كيموتوا على الدواسه، خوتي المغاربه كيموتوا على شي حاجه اللي هي سميتها تبرقيق. غير دابا ما كنجبدش الدواسه ديال عباد الله، كنجبد على شنو وقع لي مع شر الخلق وشر النفس اللي ما بغاوش يتوبوا ويرجعوا للور. غادي نردهم ان شاء الله خواطر باش كلشي يستفد منهم ويعجبهم. عندي مشكل في علاقتي الجنسيه مع الزوج ديالي وكنحشم نسول عليه. فاتي الا حشمتي تسوليني اختي على المشكل العلاقه الزوجيه، صيفطيه ليا ميساج اولا كتبيه، لان ما شافك حتى شي واحد دابا معايا ممكن تهضري على المشكل ديالك ديال العلاقه الزوجيه هنا. اي جوستمون دابا منين تسال رمضان كيمكننا نهضروا بطلاقه سون زو كان بروبليم. بحال اللي ولينا كنسمعوا واحد كان مجوج بوحده كيقول عليها واسعه، وحده كانت مصاحبه مع واحد تقول عليه الله يعطيه الدل ما كيقيمش، اولا وحده كانت مع واحد تقول لك لا ويني ما كيديرش وما كيفعلش وما كيتركش، لا هذاك ما فعلش، لا هذيك راه هي واسعه، لا هذاك راه تيدخل ودغيا كيخرج. فين غاديين بهاد الشويه؟ زعما راكم نتوما لو توب دو توب، وراكم نتوما اللي هما باينين وعارفين كل شيء ايتترا. اللي كيهضر على علاقه زوجيه دازت ما بين انسان وما بين انسان، عرفوا على انه مكبوت وعرفوا على انها مكبوته. اللي كيهضر على علاقه جنسيه وقعات ما بين جوج وكيعاير في الاخر، عارف بانه ما في الدوش وما في الدهش، لان اللي كيكون عنده المشكل، لان اللي كيكون عنده العجز الجنسي في جميع انحائه وفي جميع احواله، هو اللي كيهضر على اعراض ديال عباد الله ويهضر على اعراض ديال الناس والاعراض ديال العلاقه الزوجيه، خاصه من كتكونوا
مفرقين معاهم ولا مفرقين ليهم، وخاصة من كتكونوا ناعسين معاهم، وخاصة من كتكونوا ضاربين عليهم الكاغيط، وخاصة من كتكونوا كتحابوا دايرين الحرام ودايرين الحلال ودايرين المصيبة الكحلة، وغير كدابزوا على حاجة واحدة كتبداو تجبدوا الضواصة اللي هما ماشي هما هادوك. لذلك الإنسان خص يعرف أن السترة المسلم من عند الله ومن عند الدين. الا ما سترتيش على اخوك وما سترتيش على مراتك وسترتي على ولادك وسترتي على راجلك، غيجي نهار اللي غادي تفضح انت فيه وغادي تفضح العوره ديالك في جميع انحائها. لذلك اختي ما عندك علاش تحشمي، سي لو مومون على انك تجي تقولي شنو المشكل اللي عندك باش يمكن لي نجاوبك عليه بكل طلاقه. والحمد لله ما عندنا هنايا لا رقابه ولا جوج، ما عندناش لا لا اكا، ما عندنا لا شي حاجه غادي نقولوها غادي يحيدوا لنا البرنامج. توتي بوسيبل باش يمكننا نهضروا في حدود الاحترام وفي حدود المعقول. كيدوي على فلان وفلان، ما كندوي على فلان ولا على فلان، لحقاش ما نكون بغي ندوي على شي بنادم، راه قلت لكم غادي نبدا ندير الخواطر بسميات وما نخرجهم. ما كندوي على حتى شي واحد اللي هو هكاك، تندوي على الناس وعلى شنو كيجيني في الميساجات وعلى شنو كنشوف في الميساجات وعلى شنو كنشوف اللي داير بيا. وحده مصاحبه مع واحد تحط فيه الدود بالعود، هذاك خايب وما يسواش وكيدير وكيفعل وكيترك، الوك ضد ديال داكشي. علاش اختي كتبدي تجي تعاودي لي على شي حوايج اللي هما ما كاينينش؟ علاش اخويا كتبدا تجي تعاود لي على اسرار ديال عباد الله اللي هما ما كاينينش؟ ما انت في كونسلطاسيون، ما انت في جوج، ما انت في ثلاثه، ما انت في اربعه، علاش كتخرجوا السراير ديال عباد الله؟ علاش؟ لان ملي كتخرج السراير ديال عباد الله وكتخرج شي حاجه اللي هي انتيم ومستوره عند عباد الله، عرف بان راه فيك انت وفيك انت الخلل، عرف بان راه فيك انت وفيك انت الديفو، ماشي في عباد الله. من تبقاو تعايروا عباد الله، يا المطمطه يا اللي كتحزق من القدام، يا اللي كتحزق من اللور، يا اللي كتحزق من نيوفها، يا الواسعه يا الشارده يا السناكه يا الفاع، فين غاديين؟ كل نعيب. جربوا انكم ما تغسلوش غير ثلاث ايام، كثير هذه راه كاينين الناس اللي ما كيغسلوش بالسيمانه وبجوج سيمانه، جربوا ما تغسلوش غير سيمانه وشموا طوابكم وشموا، كلنا خنز وكل نعيب، المخير فينا خانز، لحقاش اللحم خانز عند الجميع، ما كاينش شي واحد لحقاش كيغسل بلو دو شانيل ولا الاخر اللي كيغسل بلو ديال القزبور او الاخرى اللي كتغسل بلو ديال الماء القاطع اللي هبطلع على العينين ولا هبطلع على الفم ان شاء الله بحول الله، راه غادي تنقى احسن من الاخر. لا كتنقى، كتنقى من خلقك ومن اخلاقك وكتنقى بالماء والصابون، ما هي لا شانيل ولا مقاطع. لذلك كلنا خنز، ومنين كتجي كتهضر على الخنز ديال عباد الله ومنين كتجي كتجبد الخنز ديال عباد الله، عارف راسك بانك اكبر مطموره ديال الخنز اللي موجوده في هذا الوجود هذه. دونك فهموها ولا ما تفهموهاش، جو سيك راه كاينين دابا اللي كيشوفوا فينا وتين تاكلوا جنابهم، زيدوا كلوا جنابكم، ساليوا مدفعكم، خشيو صبعانكم ان شاء الله، اش عارف كاينين الطبات اللي دايرين عندي في لو لايف، راه ما تخرجوا راه كلكم خنز، كلنا خنز، كلنا عيوب. اللي كتجيو تجبدوا في عيوب ديال عباد الله وما تيشوفوا فيكم، كتجيو تنساو العشرات ديال العشر سنين ولا 20 عام ولا 30 عام وعشرات ديال العمر وتبداو تجبدوا الشوها على عباد الله. علاش؟ لحقاش وقع سوء تفاهم. علاش يا المعشر ديال القوم كتعرفوا تطلاقوا وما كتعرفوش تفارقوا؟ منين تلاقاو ديروا نهار في بالكم بان الفراق ممكن على انه يكون شي نهار. لذلك خلي الفراق زوين كيف ما كان اللقاء باش يمكن لكم تخليوا ولو ذكرى زوينة في حياتكم. وليني كنرجع لمربط الفرس، ما كانش مصداقية في أول علاقة، ما كانش صدق في أول علاقة، ما كانش احترام في الأول ديال العلاقة، داكشي علاش كيخلي على أن أشباه الحيوانات المنوية الكبانية ديال الفيك كتخلي على أن غير كدور تدويرة من هنا كبدا تحفيك المعاطي. وهذه قاعده اساسيه كانت عندنا حتى في مكناس، عمرك ما تمشي من الحطره انت الاولى، ديما خلي راسك في الحطره خرجي انت الاخره باش حتى اللي حطوا فيك بعدا تكوني انت الاخره، ما يحطوا فيك بعدا غير شويه. اما لو خرجتي انت الاولى عرفي بان الحطان فيك غير الله يستر واش توصلي لدارك ولا تدوزي على سبيطار البرج، لا حول ولا قوه الا بالله. كتهضروا على البيبولاريتي وتهضروا على لي ديبريسيون وتهضروا على البارانويا الوغ كو عندكم لا بسيكوباتي، ما عندكمش حتى لي مالادي بسيشيك، وزيت بسيكوبات اللي كيخلي هاد الانسان هادو ديال اللي
عنده الصحبه ما سويهاش حتى ريال، ما سويهاش حتى فرانك، الزواج ما سويهاش فرانك، العلاقه ما سويهاش فرانك، علاقه انسانيه ما سويهاش نص فرانك، نص كورونا، باش اون فوا كتقلب ظهرك براق كنعطيك من الشقف حتى يوقف. المخيره كنجبدها لك اللي كانت واللي ما كانتش، وجي بيا فم وقول بيان ايفيدامو. علاش؟ لحقاش كنعطي الفرصه الثانيه. علاش؟ لحقاش من كدير فيا الحاجه الخايبه وكدوز شهور ودوز ايام نقول والله ينعل الشيطان دوزها، كاينش الدنيا هانية، معليش المسامح، لا خويا المسامح ما كريمش، درتيها فيا قد راسك قد عينيك قد قجع عقلك، ما تعاودهاش فيا المرة الثانية، لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يا ذوي الألباب ويا اللي كتهضروا بالدين، هذا حديث نبوي شريف، لأن تيقول لك إلا دعزاتك أو ضرباتك الحية مرة وخشيتي يديك في الجحر، ما تخليش هذه الحية هذه على أنها تجي أنها تلدغك مرة ثانية، هذا اللي كيكتب لي كلماتي حتى تشوفني راني شاعل نواقص في شعري وأنا منوض العوافي في شعري باش تقول لي كلماتي، مكالمة الحمد لله والدماغ قاد، هو كلين الزميمته، هو كلين الحلوه ديال العيد حمدنا ربي وشكرناه، هو كلين عليهم التميرات وجالسين مع راساتنا، لان هذه حاجه اساسيه خصكم تعرفوها في الحياه. غفلتي طارت عينيك، خاصه مع معشر القوم ديالنا. كاينين معانا غير تجار الدين دكتور، لا تسال اختي العزيزه رجاء لا تسال. سهل اللباس في حياته مر يبيع كتير من بعدها رجع لها. شنو رايك دكتور في هذا التفاهه اللي زايده في السوشيال ميديا؟ اختي التفاهه اللي دازه في السوشيال ميديا، شكون اللي السوشيال ميديا شكون اللي كيطلعها؟ حنا اللي كنشوفوا في هاد التفاهه هادي، حنا اللي من كيجيني شي فيديو ديال اللي كيشوف وحده اولا كيبين وحده بحال واحد. هادي سيمانه جاني فيديو ابنه اختطفت واغتصبت وهي وجهها وكتهضر معاكم وكتهضر، هاد البنت هادي كتجنيو عليها حياتها كامله، تغتصبت وقع لها هادشي كامل وكتبينوها بوجهها اللي هو واضح. اين مستقبل بغيتو يكون عند هاد البنت هادي؟ اين حياه بغيت تكون عند هاد الناس هادي؟ وكان بارطاجيو شتي الشوها اللي دار دوك سماد، تفرجي 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 في الشوها ديال دوك سماد، شتي الشوها اللي دارت فلانه، هاكي 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 انا صيفط لك فيديو، شتي الشوها اللي دارت فلان فلان فلان، هاكي 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 ها هو الفيديو. بيان سور حنايا اللي كننشروا التفاهه، اما كنا كننشروا، ما كنقول لكمش الدين، لحقاش عندنا حنايا لي زيكستخيم، يا كيصيفط لك فيديو ديال الفضيحه، يا كيصيفط لك فيديو ديال واحد الايه واللي تيقول لك الا ما نشرتيهاش غادي توقع لك مصيبه من دابا واحد 3 ايام، هذه ما كيتسماش الدين، هذا كيتسمى التطير، والتطير حرام في الدين. عندنا لي زيكستخيم، عندنا النونتو نواغ، عرفتوا شنو هو النونتو نواغ؟ المحقن في المشاعر، ما عندناش لو جوست ميليو، عندنا لونتو نواغ، يا انشر هذه الآية وإلا سيصلك الصاعق العظيم، أو لا أجي تشرفي في الشهداء دوك ما تشوفي شنو داير، ما عندناش شي حاجة أو جوست ميليو. دونك قبل ما تسألوا الله يجازيكم بخير على التفاهة اللي كتشوفوا في لي سوشيال ميديا، مشي طليانية تلفات لي لسان، التفاهة اللي كنشوفوا في السوشيال ميديا حنا اللي كنبعتوها، حنا اللي كنكبروها، حنا اللي كنكبروا الطنوش للقرع وباش نشوف، حنا اللي كنكبروا الطنوش اللي يسوى واللي ما يسواش، حنا اللي كيعجبونا المسلسلات لا منتهيه، حنا اللي كنحماقوا على الكبانيه ديال الفيك، حنا اللي كنكونوا كليبه هانم ملي كيجي شي واحد اولا شي وحده تجي تبان عليكم اولا يبان عليكم بشي حاجه كتوليو كليبات. اما عزيزه باشا فوقاش كتخرجها ملي كتبغيو على انكم تجيو تحكروا على شي واحد، اما ملي كيجي شي واحد اللي هو عالي عليكم بدا يبان عليكم بالطوموبيلات وبين عليكم بسوسي وبين عليكم بسولا وباللايف ستايل، خلاص دابا كلشي ولا كيدير اللايف ستايل، كتوليو كليبه هاني مقدمهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. دونك قبل ما تسائلي
على الشو اللي ولات عندنا في السوشيال ميديا، خصنا نعرفوا واحد الحاجه اساسيه باننا حنايا هما لي فيكتور ديال الشوه ديال السوشيال ميديا. حنا اللي كنشجعوا القرع وبوش نشوف وبوريوغ والى اخره على انهم كيطلعوا كيزيدوا كيتقادوا عندنا في هذه الدنيا هذه. الحشومه ما عندناش حشومه، والعيب عندنا عيب، والعار عندنا عار منه، وحنا غاديين الحمد لله والعاندين. عماد اخويا داك الصبيع ديروا في شويه ديال الخل مزيان، خليلو اخويا العزيز تخللو مزيان، وغادي دير معاه الله يرحم لك الوالدين، غادي دير معاه شويه ديال الملح الحيه وما فيها بس، غادي دير معاه واحد قطيره ديال المقاطع، غير قطيره ديال المقاطع، ما ديرش فيه بزاف ديال المقاطع، دير فيه قطيره ديال المقاطع ودير فيه بزاف ديال الملح الحيه. سمعتيني بزاف اخويا ديال الملح الحيه، وطلعوا معاك من التحت ان شاء الله باش تحس بيه عاد بالحلاوه ديالو. خديجه مساء الخير. بناني زينب مرحبا اختي، فوتر افي مانتيريس بوكو، جي بوزوان دو فوتر افي. مرحبا اختي العزيزه غزلان، حنا اللي كنعطيو فرصه للطفيليات يتكاثروا، الله يعطيك الصحه عليها، برافا. شكريتا مساء الخير. ريسوني خديجة مساء الخير. نور أهلا وسهلا. إكرام مرحبا. مساء النور فاتي. لاف يوتيو دينا. سهام مرحبا. سهام كشيش بونسوار. هبة أهلا وسهلا. عاد فين هو مول الصبع؟ ما تنساش أخويا الملحة الحية، الملحة الحية إيه هاديك اللي كتكون كحلة، تكون حجرة، حجرة ماشي الملحة اللي كتبع، لا ملحة حجرة، حكها 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 مزيان، دير فيها شي فصيص ديال التومة، فصيص غير قداك، ودير فيها معيقة ديال المقاطع، ورون رون 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 مزيان، سونتريفيجي مزيان، وخشي داك الصبع الله يعطيك الرضا وطلعو معاك، ورد عليا الغبار، إن شاء الله بحول الله غيكون غير خير. شكرا حكيمه اختي على الكومبليمون ديال اللون. شمس سعيده مساء الخير. اللي بقى في حياته مر يبيع كتير، من بعدها يرجع لها يرجع لها. مريم جافي فريمون كرو كو تو لو كونسيي ان رميد، ايه اختي سي ان رميد لحقاش صبعانو شايطين عليه، سورتو وسطاني راه تيدور به، اللهم يديرو يتنفع به مزيان، ينفع به حالته. مرحبا. الوغ جو سوفر دون بيرسوناليتي لوناتيك، كيس كو جو دوا فيغ؟ لي بيرسوناليتي لوناتيك، نو جي دو مال ارتيكولي، سي ان بروبليم. لي بيرسوناليتي لوناتيك هما لي بيرسوناليتي لي كيكونو كانديدات على انهم يكونو دي بيبولير باغ لا سويت. علاش؟ لوناتيك منين جايه السميه ديال هاد لوناتيك هادي جايه اسانسيلمون من لا لون، باردون، سواء عندنا اون بلين لون، سواء عندنا الهلال، سواء عندنا نصو، سواء غاب عليا الهلال وطاب عمري. الله جاتني هاد الاغنيه ديال غاب عليا الهلال، سي بور سا كون لابيل لوناتيك، يعني كيتبدل هاد لوناتيك. الانسان اللي كيكون كيتبدل هو واحد الانسان اللي كيكون مهزوز. علاش مهزوز؟ لان منين كيكون عندي عدم توافق او عدم ارتباط ما بين تفكيري الباطني وتفكيري الخارجي مع تعاملي الخارجي، كنولي لوناتيك. لحقاش كنفكر في حاجه وكندير حاجه وكنقول حاجه. منين كنكون في هاد القضيه هادي ديال كنفكر في حاجه كنقول حاجه وكندير حاجه، كيكون عندي لو برومي با فيغ لو لوناتيزم. ولا بقيت تنكرر هاد المساله ديال لوناتيك 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 لوناتيك، ممكن ديفلوبيها فيغ اون مالادي بسيشيك، كنكون شويه بسيكوبات، مي كنرجع للمشكل على انني نولي
ان مالاد بسيشيك اللي ماشي عيب، عمر المرض ما كان عيب، غير خصنا نداويوه ونعترفوا به. لذلك من تكونوا مع واحد الانسان اللي هو لوناتيك، عمركم ما تعطيوه ديك الدقه ديال وانا معاك وصافي، تناخذوا على قد خاطره. من كيكون فرحان راني كنكون فرحان، من كيكون عنده الهرمونات مزعزعه راني كنزعزع معاه، من كتكون عنده الهرمونات هي هذيك راني هي هذيك معاه، من كيتلفلو البقر كنجيب له العصا باش كيجمع عاوتاني بقرو قدامه. غلط. منين يكون هذا الانسان هذا داير بحال هذه القضيه هذه، ما تمشيش معاه في الهزه ديال الهرمونات، وما تمشيش معاه الا كان البقر ديالو مسطين، تمشي معاه افيك لو تومبيرامون ديالك. لحقاش كثرت بسم الله الرحمن الرحيم كتصر الجنون، طونك انك تمشي معاه في لو سونس دو بوال، داك تبقى ديما كتهلس عليه، عمرك ما كتخليه لانه يفيق شويه دون ان سونس او دون ان اوتر، باش يعرف راسو بانه عنده مشكل. اي ايل بو être une personne اللي كيمكن لها تكون على انها كانديدات للمشكل ديال لا بيبولاريتي. استاذه كتسولني شنو هي لوناتيك، الانسان لوناتيك هو الصبح اللي كيقول لك السلام وما بين الدور تيدير فيك، وفي اللي كيقول لك ما شيري جو تام، هذا هو اللوناتيك. على حسب غاب عليا الهلال وطال صبري مسطي. هي واحدة أخرى عاوتاني شنو هي، شكون هادي؟ هادي سارة، هادي بنت تبارك الله ما شاء الله، سارة حفيدة 93، غزالة هاد البنية تبارك الله، لابسة الشابو وتا هي بغات دير الصبع. ختي نتي عوض ما ديري اللور ديري القدام، غي ديري قوي من المالقاطع، قوي مزيان من المالقاطع وخشيه القدام أختي، وما تلقي إن شاء الله غير الخير عليه. آه الناس لقاو عليه الخير. اختهم سارة، حقاش انا ماشي حيوان باش نكون خوك. دوك ديري اختي لوي حتى هو في المقطع وخشيه القدام. عافاك تكلمني انا على نفسية الاطفال عند الطلاق. الاخت الا كانت حياتك عذاب في عذاب مع راجلك، او لا كانت حياتك عذاب في عذاب مع مراتك، لا حياة لأطفالكم معه، لأنكم كتعطيو ليكزومبل المسخ والخايب على حسب العلاقة الزوجية. ملي كتكوني صابر على ولادك أو أنت صابر على ولادك، كتعني على أنكم واحد الناس أو لواحد المرأة أو لواحد الراجل اللي هما كتنافقو نفسكم وكتنافقو دوك الولاد. لحقاش كتعطيهم أون إيماج ديال علاقة عائلية اللي هي علاقة غير متوازنة وغير موفقة. وليداتي خصهم يعيشوا معايا الألم، وليداتي خصهم يعيشوا معايا الفرحة، كيف ما وليداتي خصهم يعيشوا معايا شنو كنعيش وشنو يمكن لي ندير وشنو هي الإمكانيات ديالي. ماشي لا وما عنديش، وعلى حسب الوليدات ديال الجيران ما نخليش وليداتي يتقارو. كتخلي وليداتك على أنهم يطلعوا كتافهم باردين من كتمشي تشنقي وتكلفي باش تسمعي بأن وليداتك على أنهم وليدات اللي هما مقادين. لذلك عمر الدل، عمر كليبة هانم ما كانت وسيلة باش يمكن لك تخلي وليداتك يكونوا متوازنين. كليبة هانم ما كتربي غير الكلاب من التحت. علاش نقول لك الكلاب؟ مي في الكاركتير، لأنك تعربي وكتربي وليداتك على أنهم يكونوا سومي بحال الكلب، لأن تيقول لك جوع كلبك يتبعك. من كتكوني كليبة هانم في أن كوبل، وليداتك مساكن كيطلقوا أولا كيطلعوا إيسونسيالمون مع هما سومي كليبات. دونك كيبقى لك اختيار، الا كنتي انت قليله النفس قليله العفه وقليله النقطه، ما تكبريش ولادك هما قليلين النفس وقليله النقطه وقليل العفه، لان هذه مساله اللي هي عيب وعار على انك تكوني انسانه اللي هي دليله وتربي معك الدل. دونك وليداتك خصهم يتعايشوا معك لا سيتوياسيون، ويعرفوا بان في الحياه عندي الزوين وعندي الخايب، وعندي الزواج وعندي الطلاق، وعندي الحياه وعندي الموت. دوك سما تهضرنا عفاك على غزة، والله يرحم اللي يرحم والله يشوف من حالهم. علاش كتمشيو بعاد حتى لغزة وتمشيو بعاد حتى لفلسطين وتشوفوا بزاف الحوايج اللي هم الله سبحانه وتعالى اللي هما في جنبهم؟ سيروا غير اللي حداكم،
سيروا اللي عمرهم ما شافوا كانوا النعمه، سيروا عند عباد الله اللي مساكن تيتصوروا مع الخبز، سيروا مع عباد الله مساكن اللي ما كيشوفوا الحليب حتى النهار اللي كيكونوا معروض للجنازه، سيروا عند الناس ديال عباد الله اللي ما كياكلوش اللحم حتى العيد الكبير، سيروا عند الناس مساكن اللي كيقيلوا تيتصوتوا لا من رجالهم ولا من عيالاتهم ولا تيتصوتوا من ولادهم ولا من باهم ولا امهم. هاد الناس هادو راه كيتصوتوا اخطر من الناس اللي كيتصوتوا في غزه. ايه قلبنا مع الناس اللي كلها وماشي غير بالضبط غزه، الناس كاملين اللي كيموتوا بالظلم عيب وظلم وعدوان، قلوبنا معاهم وتضامنا معاهم، ولاني تضامنوا مع ولاد بلادكم اللي كياكلوا اللي كيتصوتوا ليل نهار من ولاد بلادهم. مازال غزه نقولوا كيصوتوا من عند الصهاينه، ايوا نتوما راه ولاد بلادكم كيتصوتوا من عندكم، عمركم ما تضامنتوا مع هاد الولاد هادو، عمركم ما تضامنتوا مع هاد العيالات هادو اللي كيتصوتوا من المغاربه اللي هما من بلادهم، عمركم ما تضامنتوا مع هاد الرجال اللي كانوا كيتصوتوا من اشباه الرجال اللي هما في بلادكم، عمركم ما تضامنتوا مع الناس مثلا اللي كيطيحوا تيقول لك ملي كطيح الفديه كيقواو الكباش وكيقواو الجناوه وكيقواو الجزيره، هادي عمركم ما كنتكمشوا نتوما على انكم تضامنوا معها، خصكم ضروري تمشوا غزه باش تضامنوا معها، ورا التضامن عندكم غير ما بين جنابكم، غير ما بين شطايتكم، غير ما بين مخابتكم، قلبوا عليهم تما تضمنوا معاهم فيهم الخير وفيهم الاجر حسن، ما تمشوا تدفعوا الاجر ترانسفيري حتى لغزه. نينا ساكتين اللي تهضر معاه علاش ما تضمنتوش مع غزه؟ غزة عندهم الله سبحانه وتعالى كيف ما عندنا حنايا جميعا الله ديالنا سبحانه وتعالى معانا، تضمنوا مع عباد الله اللي تشوفهم قدامكم تيتشنضوا ولا قوة إلا بالله. أم أروى أنا عندي برود جنسي. البرود الجنسي أختي العزيزة هو كيكون عندي إما لحقاش ما كنعرفش شنو هي الرغبة الجنسية وشنو هي الشهوة الجنسية، راه كاين اللي ما كيفهمش شنو هو البليزير وما كتفهمش شنو هي البليزير، ما كيعرف واش خصو يدخل للطواليت ورا جاتو السكرة ديال الموت أو جاتو حاجة أخرى، وهذا الشيء راه هو واقع واحد الحاجة اللي هي موجودة وكاينة. إلا كان عندي البرود الجنسي يعني ما كنعرفش الجنس ديالي، ما كنعرفش سو كو سا فو دير لو بليزير ديالي، ولا ما كنتش كنعرف لو بليزير ديالي وفنجا هاد لو بليزير هذا ديالي، راه ما يمكنليش نهضر على ان بليزير سيكسوال. بزاف د العيالات اللي تقول لك انا ما تنجيبوش انا مع راجلي وما كنفعلش مع راجلي، اولا تيقول لك انا ما كنجيبو مع المراه ماشي حتى اللي راها واسعه واسع لها اكحل عفطه، كنكره هاد الكلمه واسعه. لحقاش ما كتفهمش سو كو سا فو دير ان بليزير، tu ne comprends pas ce que ça veut dire avoir de l'envie sexuelle. ما كايناش ما كتعرفهاش، دونك تعرفوا على لو بليزير سيكسوال ديالكم قبل ما تفهموا اولا تسولوا على مشكل ديال هاد القضيه ديال ما تيجينيش البليزير اولا ما تيجينيش. بزاف ديال لي باسيون كو جو سوي كاين اللي تيجي تيقول لي انا عندي مشكل ديال الفاجينيل وعطوني لا باروكسيتين، الله ودي انا عندي مشكل ديال الفاجينيزم وعطوني الفلوكسيتين، انا عندي مشكل ديال الفاجينيزم وعطوني، الله اختي الله العزيزه الله زين يا زين فين غادي الليله فين. عارف دابور سو كو سا فو دير احساس، لحقاش راه كاينين الناس اللي ما كيفهموش ما معنى احساس. الاحساس ماشي هو اعطيني النايا وغني وانسى دهن ودوا، احساس هي اني نعرف بان كاين خصني نضحك وكاين خصني نجمع فمي وكاين خصني نكون انديفيرون، ما فيا ما نضحك ما فيا ما نهضر ما فيا، هذا هو الاحساس. الاحساس ماشي هو ديال معبوده الجماهير وشاديه، لا الاحساس نعرف شنو هي مشاعري اللي هي لداخل اللي كتربى اللي كتطور داخل ذاتي. الا ما كنتش كنعرفهم هاد المشاعر هادي اولا هاد الاحساس ما يمكنليش نعرف هاد البليزير هذا. كيف ما قلت لكم راه كاينين شي وحدين اللي تيقول لك ما عرفتو هاد شنو هاد الشيء سيدي اللي جاني، واش مشي حاجه وجهكم للطواليت ولا سكرات الموت جاتني ولا العصمه تطلقات عليا ولا الحبوب اللي تفقى لي في ذاتي، ما فهمتش شنو هاد الشيء اللي جاني. تو سامبلومون باسكو ني كوني با لو بليزير. سي بور سا كو جو بارل دو سكرينين سيكسوال، سي بور سا كو جو بارل دون فري كونسلتاسيون سيكسوال، باش نعرف راسي شكون انا، شنو هذا الاحساس. انا ماشي خشبه كيف ما انا اون بلوس ماشي، انا سنسيبل بزاف، ولكن شي كتقول لك عندي لا بو تري سون، كلنا عندنا لا بو سنسيبل، كلنا عندنا لا سنسيبيليتي، اوني توس دي سنسيبل.
علاش؟ باسكو اون ا توس دو لا سونساسيون، اون ا توس دو لا سونسابيليتي كو نو سوم ان تران دو فيفر. كيش ديك لا هاني جو سوي هيبر سنسيبل، عندي تيت حساس بزاف، انا غير كيقول لي انسان واحد الكل ما كان انت عدي بلدا هادي ما سميتوش الهيبر سنسيبيليتي، هادي سميتو تقحي ماشي الهيبر سنسيبيليتي. جمعي لا غادي تجمعي وجمعي نواقدك وجمعي نواضرك وجمعي زوابقك، لان هادي ما كتسماش احساس، ما كتسماش انا انسانه حساسه، لا هادي كتسمى انا انسانه مخننه مكلوقه خنونه غدا. جمعي لان سوني با كوم سا كون اتير لي زوم، سوني با كوم سا لي كيتسماو باننا انا انسانه مغنجه وبتغنيج، لا هادي كيتسمى تق. كنزيدها ونعاودها، لحقاش السؤال كان هو كالاتي، ما كيجينيش البليزير قبل ما تفكري في راسك بانك واش كيجيك البليزير اولا ما كيجيكش البليزير، عرفي شنو هو البليزير. لحقاش ممكن يكون تيجي كيف ما كاينينش وحدين ساعتهم كدوز في الظلام غادي ما عرفتها، بحال هاد البكرات تقطعات وتشيرات مشات لي غير بالدواقه، تندوق هنا وندوق هنا وندوق هنا وندوق هنا وندوق ليه وندوق هنا، وانا غادي غير تندوق حتى ما بقيت راسي صافي ساليت. عرفوا سو كو سا فو دير لو بليزير ان انتيريور افون دو لو جوجي. اتفقنا؟ سهل اللي ما عرفتش علاش لاصقه فيا سهل اللي باه رقاله رقاله رجالة 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 أنا مش هحبك. بنت مفضول مرحبا بك، مرحبا بنت مفضول، مرحبا بنت مفضول عندي في اللايف، مرحبا مرحبا مرحبا. اجي تشوفيها بنت مفضول، راه كاين اللي كيتعطالو غير بالدواقة، عيب الله تيمشي غير تيبداو يدوقو يدوقو، انا دوقت هنا ودوقت هنا ودوقت هنا تلقيت راسي صافي ما بقى عندي ما يدار لداخل، اولي مان ساليت فضيتهم. لا باسيون اموغوز، الله نغنيوها برا فامي ولا نغنيوها بارولي 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 انفق اختي. ايه لا باسيون، ايه باسيون، هادي زيدي على انا حساسة، عندي احساس جاي اش كنحس بزاف كل كلمة كتألمني وفوقيه. كيفاش لا باسيون اموغوز؟ اي جو نو تو جوج با اختي العزيزة، بغيتك تفيقي. ثلاثة الحوايج، الصدق احترام والمصداقية وسالينا داك التخنان وداك لا بارور ما يشبهنيش، بغيت لا كارور وكينينو. انا غير تنعيب دابا وعيد، فما بالك انت تنفضي ووقفي تقولي لي انا يا لا باسيون اموغوز. لا passion est un sentiment relatif. احساس اللي هو واحد الاحساس نسبي جدا. الا بغيتي تكوني امراه وتكوني قاده وتكوني امراه ديال بصح خصك تكوني واقفه في علاقتك، لان العلاقه ما كتوقفش على وديني لجنب الواد اخويا مصاحبه معاك حلافطه وديني لجنب الواد تنتفاجا نشم الهواء تقبطني شويه ديال عيشه البحريه مع عيشه مولات الواد. غلط، مصاحبه معاك احترمني قدرني وصادقني، ماشي تديني كحلافطه يا كحلها لجنب الواد وما نعرفكش نتجبد عليا. غلط، انا بنت الناس ودايره فيك الثقه، ما تدينيش انا لجنب الوالف نصاصات من الليل. علا اخويا نشعلو الشمع؟ علا اخويا نزورو موني بوشعب رداد؟ علا ولاني لحقاش كيلقاوكم
بحال اللي كانت تكون بنت هي خارجة في السروية تتجارة مخلوعة من عند امها ولا مخلوعة من عند باها، تتسنى حبا ديكوبا باش يديها للخلا للدرب اللي ما تيخرش. اختي ملي غادي تمشي معاه للدرب اللي ما تيخرش فين غادي يديك؟ ها فين تصدقي؟ يا نصدقوا في حنا يا حنا محاني، ونصدقوا عاديك الساعه دوك ما دوريني عافاك فين يمكن لي ندير البكاره الاصطناعيه. تنفضي ني با سيت باسيون دو تبوجيك ابراثامي اي نو مي ديغاس نادا سولو ابراثامي. خوليو راه دار المراير على ظهركم، كاينش ابراثامي. وش فيك سيت سيت فلام دامور نيكزيست بلو، شو نو فا بلو، شو نو لا فوا بلو، شو نو لا سون بلو سيت فلام. Elle commence vraiment à périr cette flamme. Dès que je suis allée de l'hub. Eh oui, elle a l'Olympie, elle fait un chou à la. Il a brûlé ses aïchis avec le kdoub. Pourquoi il a brûlé ses aïchis avec le badge? Dès le chou à la, ou le mindar, ou dès que je dis le. L'ouïden, ou aïcha, ou le mergea, ou le seri, je fais le khmis, je suis allée avec le chmiat, à la ouaisa. قايم تبعلكش، بغيتي الواقع وتكون واحد العلاقة ديالك علاقة اللي هي مبنية على الأساس ومبنية على الصح ومبنية على الصدق والاحترام ديال جد بوك، ما تمل من لها ولا ها، ماشي بالسحور، ماشي بالشرويطة، ماشي بالمجمر، بالاحترام. لأن عمر المجامر ما كانوا كيقادوا، عمر السحور اللي كيقدي ما تيقد الراجل أو لك يقد المرأة، عمر التابعة ما جابت الراجل أو لدات المرأة. الراجل تيجي والمرأة كتمشي بالاحترام وبقلة الاحترام وسدات بعدها. يونس قايم أخويا راه ما كيعرف اللي كيبداو بزاف غير الزوا خويا، وتا لا كنعيبك هكا راه ماشي اشكال، راه حتى هي راه واحد توجه جنسي اللي هو كاين اخويا. الا كنت انت واحد الانسان اللي هو تعجبك عندك مع الرجال وكتمشي كتقلب على اللي يدير لك صبعك صبعو من موراك، ما فيها باس اخويا العزيز، راه هذه مساله تحترم، راه هي كاين فيك غير ان ما بلا ما تجهر بها، ما تجي عند عباد الله وتقول لهم انا يا راه داير بحال هكا، دير داكشي في الستر ما شافك حد بينك وبين اللي خلقك. هادي زيدها على مول الصبع، نتمنى ان شاء الله خويا على انه كل ما القطع وصل، ونتمنى الاخت ديال الحيوانات المنويه المشبهه انها داك الصبيع اللي درتي لقدام اختي بالميها القاطعه والملحاحيه يكون ان شاء الله دردب لك وهبط لك ان شاء الله الجناب مع ركابي، ولينا لقاء ولينا ميعاد ان شاء الله في مره اخرى ان شاء الله بحول الله. ايه وعندك ما تنسايش اختي تمشي لجهه الواد، لا يعيش البحرية كتسناك تشعلي لها الشمع، شعلي لها الشمع الكحل باش يرجع لك الراجل. كنموت عليكم ونتلقاو غدا ان شاء الله في ان نوتخ لايف، وعشاكم مبروكه.